سيخلد اسم من عملوا في هذا المعجم إلى أبد الآبدين إلى أن تنتهي الدنيا. الأعزاء المشاهدون، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج معجم البابطين لشعراء العربية في عصر الدول والإمارات، ومع الشاعر ابن الزويتينة. هو جمال الدين عبد الرحيم ابن علي الزويتينة الرحبي، كان حيا سنة 50 و600 من الهجرة، وهو كاتب وشاعر. وصل إلى مصر رسولا من عند صاحب حمص. له نظم قليل ذكر له ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان، أبيات خاطب فيها الملك الصالح إسماعيل بن محمد بن قلاوون ابن الملك الناصر من ملوك الدولة القلاوونية بمصر والشام. بويع بالسلطنة بمصر بعد خلع أخيه الناصر أحمد أول سنة 43 و700 من الهجرة، وكانت أمور الدولة مختلة فأصلحها وحسنت سيرته، وتوفي سنة 46 و700 من الهجرة. وفي هذه الأبيات طابع تمثيلي لا يخلو من الطرافة. كتب إلى الملك الصالح إسماعيل يحذره من سلوك العماد الواسطي خطيب جامع التوبة، وكان يتهم بشرب الخمر، فقال: يا مليكا أوضح الحق لدينا وأبانا، جامع التوبة قد قلدني منه أمانا، قال: قل للملك الصالح أعلى الله شانه، يا عماد الدين يا من حمد الناس زمانه، كم إلى كم أنا في ضر وبؤس وإهانة، لي خطيب واسطي يعشق الشرب ديانة، والذي قد كان من قبل يغني بجفانة، فكما نحن فما زلنا ولا أبرح حانة، ردني للنمط الأول واستبقي ضمانة. ومن شعره ما أنشده للدمياطي فقال: هيهات أن يرضى بطيف خيالي، من ليس يقنع في الهوى بوصالي، من لم يجد في شرب سبعة أبحر ريا، أيروى منكم ببلالي، لا تحسبوني ذاك بل غير الذي يرضى بوعد خلب ومطالي، أبدا يعلل بالأمان نفسه وبلمع ومضي البارق المتعالي، وأنا الذي لي همة شمخت لعزتها بأن تغتر بالآمال، ما زلت مذنيطت علي تمائمي أسمو إلى الشرف الرفيع العالي، من كان عن قطع المهامه عاجزا فلقد غدا عني بضيق مجالي، أو ذل في عشق الملاح فإنني ما زلت منذ عشقت حلف دلالي، وهواكم قسما فإن هواكم قسم علينا في المحبة غالي، لأجردن إلى كريم جنابكم عزما كعزم الضيغم الرئبالي، وأجوب كل تنوفة ومخوفة في طي آكام وقطع جبالي، ولأعملن اليعملات مجدة في سيرها بالوخذ والإرقال، ولأفلين بها الفلا متجشما عبء السرى بالشد والترحال، حتى ترى من بعد ذاك مناخة في موطن الإعظام والإجلال، من حيث تشهد كل معنى رائق منكم وترتع في رياض جمالي، وتحل من رتب المعالي ذروة عزت على الأقطاب والأبدال. وأنشده أيضا لنفسه في دمشق: دع الدنيا فكم فيها بلايا، وذرها إنها رأس الخطايا، ألا أين الملوك سموا اقتدارا ودانت عنوهم لهم البرايا، وعاشوا برهة في عز ملك رعاة والأنام لهم رعايا، وشنوها على الأعداء جردا وسارت نحوهم لهم السرايا، فأنكوا في العدا قتلا وأسرا وآبوا بالغنائم والسبايا، وباتوا من عقار الملك سكرا
وقد أمنوا مفاجأة الرزايا. أتتهم حادثات الدهر تترى، ولم يبق الزمان لهم بقايا، وصار الترب تحتهم فراشا لهم بعد النمارق والحشايا. ينادون الرزايا حين حلت، ألا ليت المنايا في المطايا، فلا تك ضامرا للناس شرا، فربك عالم ما في الطوايا. ويوم الحشر يظهر كل خاف، ويعلم كم خبايا في الزوايا. إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا من برنامج معجم البابطين لشعراء العربية في عصر الدول والإمارات، إلى أن نلقاكم مع شاعر آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية.